وشويتي وحرقتيني يا نوال واختي والدار واختي واختي وشويتين اختي وحرقتيني اختي واخيتي واختي واختي هذه بنت لوسي جا هو البارح مسكين ليه تعشى عندنا ليه هي مقات في الدار هنا عيطوا لينا قالوا لنا راه تحرقوا ما قالوش لينا هذا القدر تسلط راه مذبوح حنا ما عرفنا راسنا باش تبلينا تجينا راه اسره كامله هذه والله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق يا ربي شواونا الله يجعل ربي يشويهم هذا ما نقول يا ربي يا ربي خلينا نجيب الوالده ديالها بنيتي وانا ول والله يرضي عليك بنيتي والله يسهل عليك بنيتي وما عرفناش نوقع ليها وقالوا ذبحوها احنا ما شلناش وبنيتي ما دايره والو وبنيتي ما تشاورناش معاها على هذا الشيء وبنيتي ما في روسناش اش غيوقع بنيتي وبنيتي راه راجل البارح تعشى عندنا وجا وبنيتي تعشى عندنا الدش راه ونضا وداها جديده وجا وجات تذبح قويه قال لك مذبوح المحل كله وبنيتي راه ما درنا على هذا الشيء والو وما سخيناش وما عرفناش حنا رحنا في تيفلتو هما هنا وليدي مع العالم سيدي ربي العالم الله ربي وحنيني شكون اللي دار هادشي خاصهم حتى خير ما خاصهم حتى حاجه الا ذبحوها ذبحوها على الطمع راه عندهم طمع الله اعلم يا ربي اسمح لي يا ربي اسمح لي ما شتش لا كان هادشي على الطمع راه هو عليه علاش وما تا هو فمو غتيضحك وزعما تيجينا دريويش ولدت ماتت بنتي وولدها والوليد باقي عاد ربعا ذبحوها هي وداروه ليها هو في ذراعها غادي يجفوه وداروه في ذراعها ومات راجلها ومات شيخ تا الصغيور اللي باقي عاد زايد تا هو قتلوه شحال عندهم العام؟ باقي صغيور عاد عنده شهرين دابا حرا عنده شهرين وراجلها وعجوزتها وشيخها وهما راهم هذوك ثلاثه وهذوك واقيلا جوج هي خمسه يمكن ولا سته والعساس وهما ولد لوسه هما ستة قال لك ستة ولا سبعة ما عرفت وليدي هاد الشيء عيط لينا نسيبي واحد اخر واحد ختانا هو اللي عيط شعلوا العافية قال لك في الدار قال لك راه تعالوا راه العافية حا راه شي سيركوي راه شي سيركوي قال لك دار لهم في الدار راه متحرقوا هاد الشيء علاش جينا حتى لحقنا لهنا عاد قال لنا المخزن وكل شيء قال لك راهم مذبوحين ني داوا للسبيطار قال لك تيسيبونا والو مذبوحة بنت ولدي مذبوحة وربي لي عالم أوليدي وربي لي عالم راه المخزن اللي غادي يبحث على هذا الشيء الله لي عالم باش نقولوا شي حاجة ونديو علينا تقليد ما غنشي حتى هي معايا خويا حنا ما في خبرنا والو حنايا كنسكنوا في تيفلت وهي في سلا تعيطوا علينا خويا قالنا مساكن راه ذبحوهم سبعة الناس اللي ذبحوا هي وليدها وراجلها وعقوزتها وشيخها ودلوسها والعساس اللي حداها ايوا تجاتنا الخبر تفاجئنا وجينا تفاجئنا اخويا تفاجئنا واش كان شي مشكل شكون اللي دار هذا الشيء ما كنشكو حتى في شي واحد حنا ماشي هنايا حنا في تيفلت وما كيسكنوا في سلام ما عندنا حتى شي شك في شي واحد حنا ما عارفين والو ما عرفنا والو اخويا هذيك هي الدار اخويا خلاو الدار خاويه ورزاونا في بنيتنا بالصراحه رزاونا فيها شحال عندها من عام مسكينه وتكون عندها ما مقدرش تكون عندها 24 عام ما عنديش التاريخ ديالها كنت تكون 24 عام عندها وليده يلا عندها وليد دابا تكون عنده شهرين يلا اول ولده ليها مسكينه اللي ولدات سيدي زعما ضيعونا فيها وبقاو فينا كلهم ديك العائله كلها بقات فينا اللي مشات وخلاو لهم الدار وخلاو لهم وضيعوهم ساكن وداو لهم الوليدات صغار الكبار الا داروا ولا ما داروا الصغار علاش يقتلوهم علاش على الصغار ديري عنده شهرين شي قتلوه علاش مشات البنت وشيخها وعقوزتها وولدها وولد لوستها هادو كاملين في دارو يلا تزوج يلا عندها وليد عنده شهرين يلا عنده شهرين الوليد باش والده باش واش غنقولوا لا صابوا اللي قتلوهم راه منهم الشرطه منهم المخزن واحد من واحد الوليد ولدي غا تنسمعوا دابا ما خلاولاش ندخلوا ما خلاولاش نشوفوا وقال لك عقوزتها والشيخه ووليدها وراجلها وهي خمسه وقال لك عاد جا ولد خت عقوزتها ولد ختها قال لك جا خا ضيف عندها
وهادشي اللي سمعنا. ما عرفتش شكون اللي دار هاد الجريمة. هو حنا عاد جينا راه حنا من تيفل جينا يلاه نزلنا. ما عرفتش شكون اللي دار هاد الجريمة. ما عرفناش اوليدي. هادو عائلة كانوا ساكنين هنا؟ هادو راهم راه دارهم فين محروقة راهم شعلوا العافية في الدار. راه الدار مشعلين فيها العافية حارقينها. شكون اللي دار هاد الجريمة؟ وحنا جينا ولدي من تيفلت، هالي جا من العروية هالي جا من تيفلت، يلاه كي نزلنا. دابا هادو عائلة العروسة. اللي مات هي وليدها صغار هذاك الشيء ولدي حنا دابا غا سمعنا وجينا كيفاش طراتي امي والله اللي كيعلم ولدي حنا عيطوا لينا جينا ما عرفناش ماشي ولدهم اللي يعني والله اللي كيعلم حنا ما شناش خاص تسولوا اللي تيعرف حنايا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا